السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الأول مرة يشوف قناتي، يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويعمل لايك للفيديو. بجد بجد والله انتوا وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة ان شاء الله انا هعمل معاكم وصفة، ما عادش هيبقى في البيت عندنا لا ذباب ولا هاموش ولا اي حاجة، يعني وصفة من الاخر كده، الذباب او الدبان كتير كتير اوي الايام دي. فان شاء الله انا هعمل معاكم الوصفة دي، وبالصراحة بتجيب من الاخر. مكوناتها هناك نص كوباية مية ومعلقتين سكر وخل وصابون سائل او بريل. وصفة بسيطة جدا ومفيش حاجة، يعني كلنا عندنا الحاجات دي كلها في البيت. بس ايه رأيكم في تشكيلة الكوبايات؟ من كل نوع كوباية، ايه رأيكم في كوباية عصير القصب دي؟ ماما اللي جايبها لي. ماشي، اول حاجة هنضيف الصابون. يعني نعملها ازاي؟ يعني براحتنا. ماشي، والخل والسكر وندوبه حلو. يدوب بس كويس وكده الوصفة بتاعتنا خلصت. هي وصفة بسيطة بس بتجيب من الاخر، ولازم عشان ما يبقاش بس في صوت، لازم الكوباية تكون بيضة زي دي، بيضة مش ملونة زي دي ولا حاجة، لا بيضة عشان الذباب يتلم عليها والهموش وكده. هي بتجيب عشان بس محدش يقول لي انت قلت غلط، هي بتجيب الذباب الصغير مش الكبير ده. ماشي، هو ده الموجود الايام دي، موجود عندنا بكثرة يعني الايام دي. ف الوصفة كده خلصت، هي زي ما قلت لكم كوباية صابون خل سكر وكده الوصفة تكون خلصت. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.